السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخ سليم، والنهاردة هنكمل الحديث عن الـ QGIS، وهو برنامج مفتوح المصدر ومجاني خاص بالشغل على الـ GIS. طيب دلوقتي خلينا نفتح مشروع من المشروعات، هقول له أوبن وهتلاقي الروابط أسفل الفيديو. مثلا المشروع دوت بدأ يفتح لي الخريطة بالشكل دوت، وهنا الليارات. تمام، فدي مثلا هي اللاير اهيت. لاحظ ان احنا لما غيرناها دي خاصة بالمحيط، ممكن تيجي هنا وتبدأ تقول له انا عايزها مثلا تبقى بلو، بحيث تبقى اوقع او مفهومة اكتر مثلا. تمام، فيبدأ يغير لك اللون بتاع المحيط والبحار للون الازرق بالشكل ده. طيب دلوقتي لو انا عايز مثلا اقيس، ماشي، هل عندي ادوات للقياس؟ اه، هتيجي هنا تلاقي ميجر لاين، هو بيبدأ يقول لك ابدأ ارسم الخطوط بتاعتك، هو بيبدأ يقيسهم ويبدأ يجمعهم بالشكل دوت. وهنا بتحدد وحدة القياس اللي انت عايز بيها، أول ما بتحدد بيبدأ يغيرها لك كلها، وهنا بيجي لك المجموع بتاعهم قد ايه، وهنا في information عن طريقة الحساب لو انت عايز تعرف طريقة الحساب دي ولا ديت. وممكن تقول له نيو، هبدأ خط جديد بالشكل دوت. طيب دلوقتي اقول له كلوز، ممكن تيجي تقول له انا عايز احسب اريا، فبيقول لك ماشي ابدا ارسم الاريا بتاعتك اهوت. لما تخلص تزرع كليك، ممكن تقول له نيو او تخش في الكونفيجريشن وتبدا تظبط الاعدادات، مثلا المساحه اللي هو بيرسمها دي هتاخد انهي لون، ودرجه الدقه اللي انت تشتغل عليها، والزوم هيبقى عامل ازاي. وبعد كده بنلاقي موضوع الانجل، الزاوية، فبتبدأ مثلا تحسب الزاوية مثلا ديت، يبدأ يجيب لك الزاوية قد ايه. فدي بتفيدني في ان انا اقدر احصل على المعلومات من الخريطة. طبعا كل شغل هنا موجود هنا في عالية الليارات، تقدر تضيف فيه اي لير انت عايزها، او تقدر تعيد ترتيبهم، يعني ممكن تعمل سيلكت وتنقل دي تحت دي بالشكل دوت. الترتيب هنا بيفرق، ممكن تعمل زي جروب بحيث ان انت تنظم الشغل بتاعك، جروب وتديله اي اسم، وتبدأ تسحب اللير اللي انت عايزها في قلب الجروب دوت عشان تقدر تطفي او تتحكم فيهم بسهولة. تقدر تطفي الليرات بالشكل دوت، تشيل العلامة من علامة الرؤية. طيب دلوقتي انا مثلا انا عايز اضيف لير جديده، خلينا نبدا مشروع جديد نيو. تمام، عشان نقدر نركز على موضوع اللير اللي انا هضيفها دلوقتي، اقول له لير واقول له اد لير، وهضيف ممكن مثلا فيكتور لير. كل الليرات دي نقدر نضيفها زي ما نشوف مع بعض. بتيجي يقول لك بقى انت عايز تجيب الماسك ده منين، عايز تجيبه من فايل دايركتوري داتابيس موجوده، بروتوكول اتش تي بي اس، هايبرتكست ترانسفير بروتوكول، والاس سكيورتي. طيب هنا encoding نوع من انواع التشفير او طريقة القراية او طريقة التخزين. طيب السورس هتيجي هنا هتلاقي الملفات هيت الباكج، مثلا نختار مثلا layer زي countries open add، اضاف لي layer بالشكل دوت وظهرت معايا بالشكل دوت. طبعا لو خفيتها تختفي، وتقدر تيجي هنا تغير اللون لو انت حابب. طيب المعلومات اللي موجودة هنا هي عبارة عن ايه؟ تمام، تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز open attribute table، فبيبدأ يفتح لك table بكل نقطة فيهم وكل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها بالشكل ده. طيب ممكن تيجي هنا برضو تقول له select feature using expression، تقدر تتحكم في ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش من خلال الجدول هنا. تمام، فتقدر تكتب معادلة، ممكن تكتب اللي انت عايزه، وممكن نبدأ نسخها مع بعض كده. اقول مثلا انا عايز الفيلد الفلاني، وليكن مثلا الليبل هنا نفس الرقم، طب انا عايز حاجه تكون فيها ارقام مختلفه، وليكن مثلا ADM ADM اللي هي S3 هايت. تمام، تقدر تقول له بقى انا عايز مثلا القيم اللي بتساوي اس واي سي مثلا، او عايز القيم اللي بتساوي رقم معين. تمام،
ممكن تقول له ليبل 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 رانك. تمام، القصد ان انت تقدر تتحكم في ايه اللي يظهر معاك من خلال المعدلات البسيطه اللي انت تقول له مثلا ديت اللي بتساوي، وتدي له قيمه معينه اللي انت عايزها. تمام، هو بيقول لك انا منتظر منك تديني القيمه، فتبدا تكتب مثلا A3، هنكتب مثلا GRD. تمام، طيب هتقول له select future، فيبدأ يعمل select على الحاجة اللي انت مختارها. طيب ممكن نقول له طب انا عايز، خلينا ننزل الجدول اهوت كلوز. ممكن تقول له انا عايز مثلا من خلال الليبل رانك. تمام، ليبل ليبل رانك اهوت. ممكن تقول له انا عايز القيم الاكبر مثلا او اصغر من الحاجه معانا دي، نلغي كده وتقول له علامه اكبر او اصغر زي ما انت عايز في الاوبريشن، اكبر من اكبر من مثلا 6 او اكبر من 5. تمام، هنا بقى تقول له بقى انا عايز على نفس السليكشن اللي فات ولا سليكشن جديد، يعني الغي اللي فات وابدا من جديد وهكذا زي ما انت عايز. فهتلاقي ان هو عمل سيلكت على الحاجه اللي انت عايزها. طيب خلينا نقول له 6، يبدا يعمل لك سيلكت على الحاجات دي، الحاجات اللي واخده قيم القيم اللي انت مختارها وهكذا. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز القيمه دي تعمل لي زوم عليها، فيبدا يعمل لك زوم على القيمه اللي انت عايزها. ممكن تقول له عكس لي الحاجات القيم اهيت، يبدا يعكس لك الحاجه تعمل لها سيلكت او ما تعملش سيلكت.